انا استقبال حار يعني غيكون هذا الاستقبال غيكون له اثر طيب جدا على لينا وعلى العائلات ديالنا وايضا على العائلات ديال المعتقلين اللي باقين في السجون المغربيه. انا كما توفيق العزله في الحبس فقدتني شويه، قلصت لي شويه الوظائف اللغويه ديالي لان ما كنتش كنهضر مع حتى شي واحد، ما بقيتش مولف بزاف انني نتكلم، لذلك عذروني الا ما عرفتش نصيغ الكلام ديالي. اللي بغيت نهضر عليه هو الدور ديال العائلات اثناء الاعتقال. كان دور مهم جدا، وعاد فهمتو دابا انا كنفهم سنوات الرصاص كانوا كيعاودوا على العائلات ديال المعتقلين. عائلات المعتقلين كان عندهم دور اساسي، ولكن ما كنتش كنفهم داكشي حتى تعتقلت انايا وفهمت ان معتقل انا شخصيا انا كنت في اعتقال انفرادي ما يسمى بالعزله، ولكن ما عمري ما حسيت بالعزله لانني كنت عارف ان كاين وسط صدق الدش والدينامو ديالو هو الام ديالي والاب ديالي فتح الشريفي اللي اولا رفضوا جميع الضغوطات، رفضوا المضايقات، رفضوا انهم يدخلوا في هذاك الشيء ما يسمى بالوساطات الى اخره. قروا ان هذا الاعتقال هذا هو فضيحه، وهذه الفضيحه هذه شيء صادم وشيء غير مقبول، وبالتالي يجب مواجهته بشكل مباشر، ماشي بالوسائط، ماشي بالوسطات، لانه شيء يتجاوز ما هو مقبول. يعني حنا اعتقلنا باستعمال طرق قذره، يعني حنا وصلنا للقذاره كاداه للحكامه. قذاره اداه للحكامه. صحافة التشهير، سياسة عمومية. إذا أعود الأم ديالي والأب ديالي يعني لعبوا واحد دور، واحد المجهود اللي هو فوق إنساني، أنهم يقبلوا أولا هذا النوع ديال الإعتقال، لأنهم عاشوا في السبعينات والثمانينات وشافوا المشاكل، وكيقولوا حنا دابا حنا في 60 عام ورجع هذا الشيء دابا بهذه الطريقة، وهم موثوقين حينما يقولون لك نحن نعيش احلك لحظات التي تعود دابا لهذا الجيل هذا، وكتشبه بشكل اسوء بشكل 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 اردى ديك اللحظات اللي كنا المفترض اننا طوينا هذيك الصفحه ديالها. اذا تحيه كبيره العائلة ديالي وجميع عائلة المعتقلين السياسيين. أظن أنني أنا كنت كما كانش عندي العائلة ديالي كنت غنحماق ولا غيوقع لي شي حاجة في السجن. كان هاد الضغط بزاف. بطبيعة الحال حاجة أخرى، أنا فاش دخلت السجن بهذيك التهمة اللي داروا لي، أنا كنت كنقول ما غاديش يكون تضامن، لأن كان الهدف هو تكسير ديال التضامن. تفاجأت جدا وأشد على أيديكم على ان هاد التهم هادي حتى واحد ما صدقها، وانا قاعد عاوتاني قيمه، يعني قاعد فكره لاصحاب هاد التهم هادي اللي جات من عندهم هاد التهم هادي، ها شنو كتسواو؟ شنو القيمه ديال جهاز قضائي في واحد البلاد حتى واحد ما متيق؟ حتى واحد ما كيتيق شنو باش كيحكم وكيفاش كيحكم؟ عندنا مشكله كلشي ولاو ادوات ديال السلطويه، ما عمرهم كانوا، ولكن كنا في واحد الاتجاه ان ممكن شي نهار يكونوا اجهزه مستقله كتخدم لا ميسيون ديالها، ولكن دابا هذا الشيء متضايق. اضافه الى التغول ديال المخابرات وديال الامن في المغرب، داك الشيء خطير جدا. زعما الاعتقال ديالنا السياسي، الاعتقال ديالنا ربما 1% من اشكال الاضطهاد اللي كاينه، لان اشكال الاضطهاد غير مرئيه. دابا ولا كيصرفقك وكيقول لك ما تقولش باللي صرفقتك، وانت ما كتقولش باللي صرفقتك لان غيمشي يصرفق جيرانك وغيصرفق امك وغيصرفق باك. اذا هذا هو الحاله اللي وصلنا ليها دابا، وشكرا لكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.